كابتن صبري. طبعا مش هزيد عن كلام الكابتن حماده، ادانا عناوين كتيرا في الكلام بتاعه دلوقتي. الحقيقه مبروك لنادي الزمالك، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك، مبروك للجهاز الفني للعيبه، واخيرا مبروك لصاحب الفرح الجماهير. الحقيقه ادتنا النهارده كمان يا كابتن طارق مثال كبير جدا قد ايه نادي الزمالك جمهوره عظيم، جمهوره كبير، قد ايه بيعشقه الكيان الكبير ده. والحقيقه من مباراه بيراميدز يا كابتن انا حسيت زي ما كابتن حماده بيقول ان التوفيق مصاحبنا من فتره طويله، لكن انا مباراه بيراميدز حسيت ان الكره عايزانا، يعني عايزانا نكسب. لو جينا بصينا مباراه بيراميدز احنا جبنا جون في الدقيقه 2، المباراه اللي بعديها الجونه جبنا جون في الدقيقه 6، المباراه اللي بعديها المقصه كسبنا في الدقيقه 22. فاذا من الاسماعيلي كمان النهارده فاركو، فاذا من بدايه المباراه كابتن بتسهل علينا الامور، ربنا بيسهلها علينا وبيسهل الضغط على اللعيبه، ما يبقاش الضغوط عليهم كبيره. فالحقيقه يعني مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجماهيره، تستحق كل التقدير والاحترام. كانت داعم وكبير جدا لنادي الزمالك، دي حقيقه. لو بصيت على مباراه الاسماعيلي كانت بدون جمهور كان المستوى الفني كان غير كده خالص. النهارده الدوافع حتى لو الاداء الفني ضعيف شويه، لكن الدوافع اللي موجوده عند اللعيبه دي اللي كانت بتحركها الجماهير. كمان احنا اتكلمنا بعيد عن الاستوديو وبعيد عن الهوا، اتكلمنا في الاوضه جوه. يمكن كابتن حماده قال لنا الحقيقه امير عامل شغل كبير جدا وبقى ملموس، يعني حاسين قد ايه اللعيبه مركزه، حاسين قد ايه الفرقه مقفول عليها. مبروك لنادي الزمالك، والعوامل دي كلها كانت عوامل نجاح والحمد لله اتكللت بتوفيق ربنا الحمد لله. مبروك لجمهور نادي الزمالك، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك تاني، وان شاء الله بقى نفكر نبقى طماعين يا كابتن، نفكر في اللي بعد كده ان شاء الله نكسب باذن الله مباراه الاتحاد. هيبقى عند الراجل فرصه انه يريح شويه من الضغوط اللي كانت عليه الثلاث شهور اللي فاتت. عندنا فرصه للولاد الصغيرين نبتدي نبص عليهم في المباراتين الاخرين، وفي نفس الوقت نريح اللعيبه اللي هي بدانا نلاحظ ان في شويه الموضوع البدني بقى ظاهر وملموس، فممكن يتريح 4 5 6 لعيبه علشان نجهز ان شاء الله للسوبر المصري السعودي، ودي بطوله برضو مهمه واحنا عايزينها واحنا محتفظين بلقبها. وعايزين كمان نبص على كاس مصر ان شاء الله نحتفظ برضو بلقب ونحقق الثنائيه مرتين ان شاء الله، واول مره تحصل في التاريخ ان شاء الله.